الاسم مشاري. القضية حيازة مخدرات بقصد الاتجار. حكمي 3 سنوات. والله كانت طفولتي يعني كانت يعني ممتازة وأكثر من ممتازة. يعني كنت الحمد لله كنت عايش مع أهلي مع أبوي مع أمي مع خواتي أخواني. وكانت طفولة يعني ما أقدر أوصفها لك يعني من حلوة يعني. الحمد لله كنت مبسوط، كنت مستانس، متعلم، كل شيء كنت أبيه كان موجود عندي. يعني ما كنت يعني محتاج أي شيء. إلى ما دخلت المدرسة تعلمت درست، بعدها درست جامعة خلصت والحمد لله. يعني ما كنت أشوف أي مشكلة قابلتني يعني في طفولتي أو في مراحل الدراسة المتقدمة. يعني بداية تعاطي كانت بداية ما توظفت. يعني أنا كنت أدرس جامعة وكنت موظف، فالوقت هذا وكان من الأسباب برضو أني كنت أحتاج أكون يعني صاحي. يعني كنت أحتاج أني أكون مركز وصاحي لأني عشان ألحق بين وظيفة، مع أني ما كنت يعني محتاج أني لو درست بس أوكي يعني، بس أنا كنت أبغى يعني أبين أني أنا توظف ولا أحتاج لأحد. يعني أنتم ما قصرتوا علي يعني في كل شيء. الحمد لله أنا أقدر أعين نفسي وأقدر أكمل دراستي، ومن هنا مكافأة ومن هنا راتب. وكنت يعني بداية وظيفتي هي البداية يعني بداية الطيحة يعني في الاستخدام. يعني بداية ما كنت أستخدم بداية وظيفتي وبداية دراستي الجامعية. كان وضعي أنا أفضل من ممتاز. يعني كنت قريب من ربي أول شيء، كنت قريب من عائلتي، كنت يعني وضعي في المجتمع اللي حولي يعني كان عندي وظيفة، كنت أعتبر نفسي وكنت أشوف نفسي شخص يعني منتج في المجتمع وداخل مع المجتمع. وما كان في يعني الواحد ما يخلى من الأخطاء، في أخطاء بسيطة ما تذكر يعني. لكن بعد ما استرسلت في المادة استخدمت بشكل كبير، تطور المادة إلى تطور الموضوع إلى أنه يصير ترويج وكذا. الاستقلالية اللي ممكن أن يحصل عليها غير الناضجين وقليل الخبرات الحياتية قد تقودهم إلى تصرفات غير مسبوقة وتجر أرجلهم لأرض الرخوة في أي لحظة قابلة للوقوع من بعدها الندم. كنت يعني مجتمع مع يعني مجموعة من الأصحاب والأصدقاء، فجاء واحد من الشباب وعرض المادة هذه. يعني هذه مادة وتتغير شوي من جوك وتعطيك يعني نشوة وأجواء وكذا. فيعني وقتها كنت يعني أبغى أجرب أي شيء، يعني أي شيء بجربه يعني وش المشكلة. يعني ما في شيء يعني أخاف منه ولا ما في، بجرب وما راح يسبب لي الموضوع إدمان ولا راح يسبب لي يعني موضوع وقت. يعني بس بجربه المرة واحدة وخلاص.